السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني الجزائري، يعني بالمباراة تاع اليوم، يعني وين المدرب يقرر إجراء تغييرات على تشكيلة الجزائر. أنا نشوف بلي غادي يفوزوا بالمباراة، يعني المباراة هذه تبقى هي الأسهل يعني في هذا المشوار تاع الجزائر. مباراة سهلة موزمبيق، يعني يدخلوا موتيفيين، يعني الشعب تاعهم 4 ساعة فامينيت الشعب يبدا يخرج. أنا نقول لكم بريمير ميت نخرجوا لهم الشعب برا يروح، لا كاش يقعدوا يشوفوا في زروقي ويشوفوا في محرز برك، هذا مكان. وين أنهى المنتخب الجزائري استعداداته المواجهة التي تنتظره ظاهرة اليوم أمام منتخب موزمبيق ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، حيث سيكون هدف الخضر العودة بنقاط الثلاثة والبقاء في صدارة المجموعة. كشفت المصادر خاصة بأن المنتخب يعني وين عن التغييرات التي سيحدثها هذا المشرف على تشكيلته، حيث قرر الدفع بعدد أسماء كانت احتياطية خلال مباراة الصومال الماضية، وهو ما يؤكد عدم اقتناعه بالمستوى الذي قدم في تلك الأمسية، ويرى بأنه من الضروري القيام ببعض الخطوات لكي يظهر محاربون بوجه أفضل. يعني ودي فوراه فيه بس صح، محصل في الناس، محصل في الصطاد، محصل في اللعابة، محصل انت تلعب ذيك الطريقة اللعب، يعني عوار مع شايبي ومن بعد تقول لي بلي ودي ما قدموا والو كاش كاع، وداير لي راخر كيسمو داير قويري يلعب نافيد مي وشايبي منه راخر عوار وشايبي منه، ودايلهم زروقي، يعني زروقي ما يلعبش القدام، يلعب على الطول، يضربها من عاود ردها من عاود ردها من، يعني وتحصل في الناس هذه هي. وقرر هذا المشرف يعني تجديد الثقة في الحارس صح أنطونيو ماندريا، حيث يعد العنصر ثابت في التشكيلة، وسيعرف محور الدفاع عودة رامي بن سبعيني للمشاركة بجانب عيسى ماندي، وذلك على حساب محمد أمين توغاي مدافع الترجي التونسي، كما سيعود رايان أيت نوري للتشكيلة مكان ياسر العروسي مثل ما كان متوقع، في حين سيحافظ يوسف عطال على مكانته من جهة اليمنى بنسبة كبيرة. أي بين قولكم عطال راه في شهر ما لعبش، انت على تلعبو ميطو وتخرجه قلتي وخليه يلعب يدير دقائق في كرعيه وخليه يلعب، انت تلعبه ميطو وتخرجه. واكدت مصادر ان هذا المشرف يفضل الاعتماد في وسط الميدان على اللعاب السابق لهم، يعني سبق لهم خوض مباريات عديده في ملاعب القاره السمراء، وان كان رمزي زروقي سيبقى بنسبه كبيره اساسي فسوف تعرف من المناصب الاخرى تغييرات جديده، حيث من المتوقع ان يعود نبيل بن طالب للمشاركه بعد غياب طويل، وهو حال المخضرم سفيان فيغولي، وسيكون ذلك على حساب حسام عوار وفارس شايبي والجدير يعني جديدين على اجواء الافريقيا، رغم ان اشراك شايبي يبقى وارد في حال اعتماد المدرب على بن طالب وحيد في الاسترجاع. ما غادي يجي يدير غادي يدير زوج ريكيبيراتير، عقلوا عليها مليح. راني نقول لكم اليوم غادي يلعب زوج ريكيبيراتير، وسيواصل امين قويري ظهور في منصب جناح ايسر بالرغم من مردوده المتواضع امام الصومال، حيث يرى هذا المشرف بان اللاعب ريال الفرنسي يحتاج لدقائق لعب اكثر لكي يتاقلم مع المجموعه في الوقت. يعد المركز جناح الايمن محسوب لصالح القائد رياض محرز، فيما سيكمل هداف يعني المنتخب الوطني السليماني تشكيلة الخط الأمامي في منصب مهاجم صريح باش يكون. ونقولكم هو دار غلطة أمام الصومال، نورمالمون يلعب ليكيب تيب اللي غادي تلقى الموزمبيق، خاطش راه ميتة رانا في 4 سنين، كل خطرة إيكيب، كل خطرة جوالة، خطرة ميليو تيران بدل، خطرة ديفونسر بدل، دخل ديريكت
هادو دخلهم كاع الناس كانت تقول باللي غادي يدخل بايكيب تيب اللي غادي يشارك بها في كوب دافريك وغادي يلعب امام الصومال. يعني تسيي الخطه تاعك ومن بعد تلعب زوج خطط، بريمير ميتو خطه، دوزيام ميتو خطه، هيا وتدي الخطه اللي تناسبك انت. والو غطره من غطره من معليش، حنا المهم نربحو، المهم غادي نربحو، ما باقيش بزاف شحال باقي على الزوج نلعبو، المهم نربحو. وسيواصل أنيغويري الظهور يعني وتعد مواجهة موزمبيق على ملعبها في العاصمة موزمبيق واحدة من أهم يعني بالنسبة لهذا المدرب أصعب يعني محطات التي سيمر عليها يعني هذا المدرب خلال مشواره في هذه التصفيات، حيث يراها أهل الاختصاص في الجزائر بأنها لا تقل قيمة عن مباريات المنتخب غينيا والتي يرشحها الجميع لكي تنافس الجزائر على تأشيرة التأهل. يا مكاش منها ما أنا نشوف بلي نشوف بلي غادي بعد دوزيام ميطو غادي نديروها حصة تدريبية، غادي نفوزو يعني بكل سهولة، غادي نفرضو اللعب تاعنا وين تصبح موزمبيق ضعيفة، تبلي تبان ضعيفة. هذه هي موزمبيق أضعف من الصومال، الناس لا خايفة من موزمبيق، موزمبيق ضعيفة على الصومال. أنا نقولكم يعني نتكلموا على التشكيلة: ماندريا، رايان، أيت النوري، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، يوسف عطار، رمزي زروقي ولا فارس، لا رمزي زروقي، نبيل بن طالب، سفيان فيغولي، أمين قويري، إسلام سليماني، رياض محرز. هذه هي التشكيلة اللي غادي تلعب، غادي يدخل بها يعني، ونقولوا بلي غادي تكون تشكيله متوازنه. يعني لازم له ايكيب تيب، هو مازال ما دارش ايكيب تيب، مازال ما لاهي ما نعرف، مازال ما دارش ايكيب تيب، كل خطره كيفاه، كل خطره كيفاه. والله مو ايكيب تيب لعب صايك، هيا بسم الله هيا تنقلعوا. هذه هي هذي باش يكون على بالكم، شوف وين المدرب يعني تاع موزمبيق اللي راه يحوس يعني بكل طرق، قال لك نفوز، قال لك لي يكون في علم الجميع يعني كي تدخل موزمبيق تخلي 3 نقاط وتروح. بصح هذه بكري كانت، هذه بكري الجاهلية، كرة القدم الجاهلية، دروك قادر دقيقة التالية يعني نديرو لهم وحدة كيما إيكامبي نربحوهم ونجو جايين. حنا المهم غادي تكون نتيجة هدفين لهدف، غادي نفوزو هدفين لهدف أو هدف يعني لعابة. أنا نقولكم ونعاود لكم، أنا عندي ثقة في اللعابة برك، ماشي في المدرب. المدرب لي دوزياميتو يغير بوست بوست، ما تقارع علاش غادي يدير حاجة كبيرة، ولا ما تقارع علاش. عندنا ثقة في اللعابة، هما لي غادي يلعبو، هما لي غادي يماركو، باش يكون في علمكم. كاش الناس غالطة ولا يشوفوا بلي مدرب منا، لا كان لا مدرب الأول، شوفوا بلي ثقة في اللعابة. أنا عندي ثقة في اللعابة، خاطش على كي تشوف أنت المستوى تاع اللعابة والقيمة الفنية تاع اللاعبين، تشوف ما يخوفك هذا. هادي هي يكون على بالكم، يا رب ربي تكون كلش يكون في صالحنا. هذه اللي نقولوها، يكون كلش في صالحنا ان شاء الله. انا تبان لي بلي كلش في صالحنا وما نعرف، على باش نقولوا بلي ودي صعيبه علينا ولا ماشي صعيبه، وكاس صعيبه ماشي صعيبه علينا، ماشي صعيبه، راكم غالطين. انا نقول ماشي صعيبه علينا كاع، يعني الفوز نورمال، نفوزو بكل تأكيد. هادي هي المدرب هذا لي لاخر، ويهدر في سطاد ويهدر في بلاد ويهدر، ما تقارع له كاع، قارع واش باش ينجح. أنا نقولكم ماكم بقاو نشوفو لهذا المشرف، نقولكم الله يرحمه مدرب المنتخب الله يرحمه. بصح عندنا لاعبين شادين، هذه هي شادين، نقعدو شادين كما يقولك.
ايوه هذه يا خويا الله. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.